انا الاسم ديالي ذهب محمد، الخدمه ديالي كندير حارس ليلي. كان هذاك النهار الحد، وكانت هاد العصابه واقفه في الباب ديال السوق. كان طالع واحد المراه فكيتها مشات بحالها منهم نيت، خلاو حتى الجوج ديال الجوج ونص ديال الليل ورجعوا عندي. رجعوا عندي بالجناوه، دخلوا عندي البلاصه فين كاين انا فين عساس، وتحاموا عليا وضربوني لراسي بالجناوه وبدراعي تهرس. وجات لابيلونس داتني هذيك الساعه، انا ما عقلتش، احليت عيني لقيت راسي في السبيطار. شدوهم الامن الوطني دار خدمته وشدوهم، ودابا راه داوهم ما عرفتش. وبالنسبه للصحه ديالي باقا في تدهور، لان الضرب اللي في راسي شويه صعيب، باقي كنمشي عند الطبيب دابا. كاين خطوره كان على الصحة ديالي وبالضرب اللي عندي في الراس ديالي، لأني باقي متبع عند الطبيب. كنمشي عند الطبيب دابا. شنو كطالب من المسؤولين؟ هو كنطالب من المسؤولين ياخذوا لي الحق ديالي من هاد الناس اللي هما تعداو عليا وكيتعداو على المواطنين. وراه هاد الناس هادو راه كادو مجرمين كبار، لأن راه الضرب ديال القتل أنا مت وحيت، أنا قتلوني وحيت. ومش حال هادي الشي ما كنشوفوش بحال هاد العصابات اللي كاينين دابا، اللي كي يهزوا جناوة ويتعدوا على المواطنين. هادشي ما كانش بكري، ما بحال هادشي ما كناش كنشوفو. الكلمة الأخيرة، أنا كنطلب من المسؤولين ياخذوا لنا الحق ديالنا في هاد الناس اللي هما مجرمين وتعدوا علينا وتعدوا عليا على صحتي وكرفصوني. أنا عندي خمسة ديال الوليدات، كنجري على خمسة ديال الوليدات أمهم. والحاله راه الحاله الا ما خدمتش انا ما عنديش من يجيب ليا، لان هاد الناس راه تعداو عليا وتعداو ليا على صحتي.